فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الإمام يجهر بالبسملة فهل يكون عليه شيء وهل يناصح في ذلك؟ لا بأس، لأن بعض الكلمة الشافعية يرون أنها من الفاتحة، يرون أن البسملة من الفاتحة، على مذهبهم أنها يجهر بها مثل ما يجهر بالفاتحة، لكن الصحيح خلاف هذا كما سمعتم. نعم. فضيلة الشيخ، ولذلك المصاحف تجدون بعضها مكتوب على البسملة رقم واحد وبعضها ليس عليه رقم واحد، نعم، نظرا للخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو لا. نعم.